الديوانة التونسية في حلق الويد تحبط عملية تهريب متاع مخدرات تقريبا 7 كيلو 200 جرام من مخدر قنب الهندي كانوا على متن سيارة جايبها مقيم بالخارج ومخبيها في وسط القهوة من جملة البضايع اللي جايبها هو. كي تسمع الكميات هذه كانوا ناويين يدخلوها لبلادنا شنو تقول؟ والله شو نقول لك، والله بدا انسان يعني هكا عاقل في مخه هكا يدخل حاجات كيما هكا لبلاده باش يضر مساكن صغار دي زادوليسون والدين وواحد، والله حرام عليه بالحق، حرام عليه ديجا حرام، ما يحرم عليه ما خاطر ما يعرفش هو من بعد المخالفات ومن بعد الحكايات ما يعرفش برشا حاجه شنو باش يصير، فك الصغير هذاك شنو باش يصير في الوالدين شنو باش، فهمتني؟ اعطيه الفلوس تي تي خوانتي فلوس الحرام تي هي فلوس حرام، معناها شيء مرعب ومخيف ومعناتها ويرمي معناتها الديوان قاعد تخدم على روحها لا محاله، بارك الله فيهم، الامن قاعد يخدم على روحه، الرئيس ربي فضله من غير رمي ورود، خاطر قاعد يخدم وقاعد حط البلاد على السكه، لكن في المجموعه قاعد تحط في الـ في الـ في الـ في العصا في العجلات، مش في العجله في العجلات، فهمت؟ تقول لي معناتها اخي زط برك هو وذهب، بحسب ما سمعت بون يجوا الذهب يخرجوا الذهب بعد مش قاعد لكن يجيبوا يخرجوا الذهب، والعمله الصعبه العمله الصعبه كما قلت القم بالهندي ولا معناتها برشا مشكل اللي قلت الهندي توا اكثر 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 منك اكثر، حسب نطالع انا شويه ونقرا الجرايد والانترنت، معناتها فما جماعه تريد شرا بتونس وكاو وبشبابنا، فما عصابات قويه هي اللي تزوز فيها، هيك تقضي العصابات ما يزوزش القنب الهندي، فهمتني؟ اذا فما شكون واقف ما يوصلش هذيك للديوان تتسكر، فهمتني؟ الدين نكونوا احنا باش ما نوصلوش للدواء. خويا بلادنا واحد يخاف عليها ويحاول كل واحد منطلق نتاعو في البلاصه اللي يخدم فيها باش يحافظ، باش تنجم تكون بلادنا محفوظه، كل بشر من البوست اللي فيها مش فايده مثل بوست صغيره ولا بوست كبيره، كل بشر يبدا بقلبه رب من البلاصه اللي يخدم فيها كي حافظ، تنجم بلادنا تطلع وتكون محفوظه ونحفظوا الجيل الاخر، احنا كبرنا خموا في الجيل القادم، فهمت؟ يبدا كل بشر من بلاصته وهو يخدم خدمه مزيان، اي بلاد في العالم شعبه يهبطها ولا شعبه يهبط يطلعها. انا قلت حومه شعبيه لا محاله، ما فهميش بلاصه معناتها في حي شعبي ما فيهش شكون يبيع في الزتله معناتها، اذا كان احنا مواطنين نعرفوهم فيما بالك معناتها الدوله. الحاجه الثانيه يلزم متابعه الملف هذا ويلزم ايجاد حلول للشيء هذا، والشباب اللي قاعد يستعمل في الشيء هذا باش يعوض، لانه في غياب وسائل ترفيه دور شباب ملاعب خدم زاده في ظل الانتكاسة الاقتصاديه اللي صايره في تونس كل شيء، والشباب اوتوماتيكمون باش يحاول يلوج على معناتها منفذ ولا باش يلوج على حاجه هو يراها انه تنسيه في الواقع اللي عايشه والواقع المرير في تونس، قولوها بكل كل واقعيه معناها، ما فماش امل ما فماش كذا، باش يعيشك الحاله نتاع الوهم باش يعيش، هذه الحاجه الاولى. دونك اثنين هذه من ناحيه المستهلك معناها، هذه من ناحيه المستهلك. اثنين هم يعطيهم الصحه جماعه الديوان، معني انهم قاموا بالعمليه هذه، وانا كمواطن تونسي نشجعهم ونحييهم ونشد على ايديهم، وان شاء الله ينال جزاء والسيد اللي قام بالشيء هذا ويكون عبره لغيره. حاجه ما بالطبيعه ما تفرحش، حاجه خطيرة على شبابنا وعلى معنا حتى امور معنا امنيه، 7 كيلو مع القضيه 7 كيلو معنا مع مواد استهلاكيه معنا ضروريه يدخلها، معنا مش حاجه ما تفرحش. الكميه هذه ثم حاجه بسيطه من الموجود، هذا الموجود في تونس بصفه عامه، هذه تسمى كميه بسيطه من الموجود، واحنا نثمنوا المجهول تعمل في الديوان، سواء في حق الواد، انا بيدي كنت نخدم في حق الواد ونعرف شنو معناها. ثانيا وخاصة الحدود، الحدود هي المشكل كله في الحدود، فهمتي؟ والناس اللي تعيش لبرا هذه خلي غادي انت على الاقل البلاد كما يقولوا فيها غادي، وخلينا احنا رايدين هنا، اما الناس اللي تعيش لبرا هذه ما العقليه عندها تجي في البلاد لبلادك معناها طبعا ما نعمموش، نحكيو على الشخص هذايا هو اللي جاب الكميه هذه. اي انا واحد من الناس مع المحاكم، نقول لهم ربي يهديهم ان شاء الله، ان حاجه مش في صالح الشعب، شو صار هالشباب زاد؟ زاد ما تضرب الديوان بقوة باش تمنع الآفة هذه من الانتشار. هذه تضر البلاد، فهمت؟
مش باهية البلاد فهمت، تضر البلاد وتضر الصغيرات زادة فهمت. إيفا هي كمية 7 كيلو تقريبا هو مدخلهم مع شوية قهوة وغيرها من القضيات اللي جايبهم، باش تفسر الكمية الكبيرة هذه معناها علاش الكمية هذه كل؟ باش تتفرق على يقضوا بها الشعب فهمتني، الحياة الشعبية مش يقوم الصباح فهمتني، مش يمشي ما عنده ما يعمل، مش تكيف زاطلة، هي زاطلة هي دواء هي سوبي تاكسي كل شيء موجود فهمت. أنا من حي شعبي أختي نحكي معاك فهمتني، الحياة الشعبية كل موجود فيها، شوف العباد كيفاش مع تجي تاخو مخك يا الحليب ما فهميش، حتى مش نبعد معاك شوي، السكر ما فهميش، المخدرات في تونس ما تتقطعش. قلت لك انا في حي شعبي راه في حومتي فهمت، من غير ما تقول لي سمعت راه في الحمام الكل موجود، شيء كبير معناته صغير حتى كيفيق فهم الشرق قدر ثقافه ولا مثال حاجه هكايا تلاهيه سالسبور يلقى ديريكت يفيق مكهبر ما يخدمش يفيق الصباح. نحكي لك معناتها الكلام هذوك ما تسمعوش برشا قليل يسمعوا من عبيد، نحكي لك معناتها بالضبط تروح الزبد، يفيق الصباح كي يلقى مثال حاجه مش لاهيه مش تثقفه ولا سبور مش ينجم يلتجا، اما كي يلقى ما يلقى حتى شيء، مش يلقى قهوه مثل في حومته، قهوه شعبيه زاده راه مش قهوه ليكس، مش يلقى معارضين وبياسات معناتها احنا عباره في الطليان وبياسات، حومتي بياسات بياسات اكثر من طاليا. شو بياسات؟ بياسات عبيد معناتها كل واحد شاد بياس يبيع في حاجه. والله وراس اختي الغالي. هذه بلغه بلغه المراوجين. لا ليه الطليان واش نقول لك بياسات بياسات فهمتني؟ فهمت كيف توا احنا مثال ما فتح لا عندي ولاد حومتي اش كل في مدينة لازم تاخذ بلاصه نتاع في بيركو فراري مثال نحكي لك في جبال جدود مثال تورينو بياستهم الكباري مثال بادوفا كل مكثرتهم يبيعوا في الغابه هذه واقع نحكوا ما يتخبى شيء تعرف العباد فهمتني. اما تو شنو الشعب كنت قبل واحد اخر يحكي الكلام اللي تحبوا انت وانا نحكي الكلام اللي تحبوا تحبوا انت هذا واقع فهمت. تفيقوا كل مشاكل راهو وتاثر فهمتي من خالط قوم اصبح مثلهم متكرره في اللسان وقع في الجناء تذي تهجيم الشباب وتهجيم عائلات وتهجيم مرواح وحرام ودعاء وفلوس حرام. كي انا عندي عمي عامل اكسيدون في سويسرا فهمتني، كي جاو باش يعطيونا الفلوس قلنا لهم فلوس الدم ما ناخذهمش فهمت، خلي انت باش تجيب حاجه حرام وباش تجر فيها وباش تهلك عبيد فهمتني وباش تهلك عبيد فهمت بفلوس الحرام. مش معقول ما تجيش وكهو مش معقول، حرام عليه حرام عليهم حرام. اما يلزم السلطات التونسيه والديوانه تاخذ موقف وتاخذ حذر اكثر فهمتني. انا كي يدخل انسان كي مواطن مقيم بالخارج زعما هذا مقيم بالخارج فهمت ويدخل لك حاجات باش تهلك بلاده باش نعمل، انا نصور نعطيه اقصى العقوبه. والله احنا منذ بدايه السنه الحاليه نسمع انه الديوان التونسيه قاعدين يشدوا بكميات كبيره بالعشرات الكيلوات، مش كيلو مش اثنين مش ثلاثه. حسب رايك انت شنو الهدف من محاوله ادخال او تهريب هالكميات هذه لبلادنا؟ معناها شنو الهدف من هدايا؟ شنو ناويين لتونس معناها؟ قلت لك ناويين الخراب، ناويين معناتها ما سمعت والله سمعت الكلمه اللي قالها الرئيس في معناتها اخيرا في التلفزه، معناتها قاعدين برشا جماعه قاعدين يشعلوا في النار ويحبوا الفتنه ويحبوا لكن والله ما يوصلوا لك النهار ولن يصلوا الى ذلك اليوم مستحيل فهمت. فما جماعه برشا احزاب مش لازم نسمي توا لكن كما قلت فما جماعه يحبوا يفكوا الكرسي بفك فكان يا اخي. فما صندوق بيناتنا فما صندوق يفكوا الكرسي بالمخدرات اي يفكوا بالمخدرات اي ما كيفاش الساعة يحبوا افساد الشعب مش الشعب اما المستقبل الشعب اللي هما التلامذة حتى في الابتدائي تلقاه قدام مدرسة واعدادي وكذا وقاعدين معناتها يزطلوا موجودة هذه موجودة لكن الامن يشكرون على ذلك معناتها قاعد قايم بالواجب نتاعو معناتها لهذا ما يخفاش على احد ما يخفاش على احد هذا فهمت. مره اخرى انا اقول خذ كلمه يحيى ويحيى ذاك قلناها قبل يا خويا انا اقول يحيى قيس سعيد وهو نقمه لاولئك الاشرار اللي قاعدين معناتها يحبوا الفتنه للبلاد هما حبوا معناها اللي بلادنا معناها تاقه في الحاجات الخطيره هذه عبرت ولا كان ما نشوفوها كان حاجه عاديه مش يحبوها تولي معناها وقت اللي هي مش عاديه وما عمرها تولي عاديه انا نشوفوا حاجه معناها مخطر وحاجه خطير سمى التجاره سهله هذه سهله الممتنع اللي يحب يصور فلوس ما غير ما يتعب هذه تجاره سهله تسمى فهمتني والحمد لله غير سنين ديما نقول الحمد لله والحمد لله ان هي تشدت الكميه هذه وكان اما تربح فلوس على حساب صحه ناس اخرى
هو حرام بطبيعة، هو كم تربح فلوس حرام هي هذيك. انت ضريت روحك صاحب الفلوس بدخلها هذيك، وتضر غيرك صح ولا لا؟ وربي يهديهم، قولوا ديما قولوا ربي يهديهم. لولا قدر الله ما تشددش الكمية هذه. ما تشددش، ماشي يزيد يعاود يكرر مرة أخرى تولي الكمية أكثر. تولي حاجة. شنو الأخطار نتاعها على الشباب يعني؟ يا شباب ديجا معناها وصلت حتى معناها المحيط المدرسي نتاعنا لأولادنا، فهمت؟ الأولاد الصغار تشوفهم معناها يستهلكوا، معناها نشوفوا فيهم يوميا، معناها كل يوم نشوفوا. فما شباب واعي معناها مخه ناضج معناها عادي، ما يتلفت لهاش الحكايات هذيك. وفما اللي تسكرت به الدنيا ما لقاش ولاد الحلال تنصحه وسايب عليك من هذه وسايب عليك من هذه، فاهم ولا لا؟ هاكم شاف الطريق الغلط وشاف طريق معناها ما عندوش حد الطريق هذايا، فاهم ولا لا؟ شو تنصح الشباب في الاطار هذا؟ مانيش انا باش ننصح الشباب، وحده وحده يفيق على روحه، وحده وحده يشوف خدم على روحه ويشوف. انا نشوف العائلات معناها، نشوف امه كيفاه تعب عليه وابوه كيفاه تعب عليه، فاهمه ولا هكا؟ وحده وحده الشباب يوعى ويسيبوا لهم الخدم، خلينا نخدم وخلينا، فاهمه ولا لا؟ نحب نوصل رساله معناها، ان كان على مستوى الشباب راه ماهوش حل الزتله والحكايات هذه الكل، راهي ماهيش حل. باش تنسيك الواقع نتاعك ساعه ولا اثنين ومن بعد راك باش ترجع تعيش نفس الواقع مره اخرى. بالنسبه للي يدور في فلوس معناتها كمشروع، يستعمل فيه كمشروع، راه ماهوش حل معناها انه باش تضر الشباب ولا تضر. كنت نجم الفلوس هذيك تستثمرها في حاجات اخرى ما تفيد معناتها البلاد وتفيد الشباب. واحد